السلام عليكم. لي مع وصفات مواجهكم بهذا الوصفة اللي هي نوغا ذوق شوكولا. كما نشوفوا فيها المكسرات للداخل. درت انا في امول سيليكون واستعملت شوكولا سوداء. تبعوا معايا الطريقه للاخير. ماهيش حلوه بزاف، ناقصه بزاف الحلاوه وبنتها رائعه. ديريها في فمك الدب احسن من الشوكولا مليون بالمئة. اذا تبعوا معايا الطريقه حتى للاخير. اذا بالنسبه للمقادير واش نحتاج؟ نحتاج هنايا 200 غرام تاع الشوكولا سوداء، زوج طابليطات، و70 غرام تاع الشوكولا بالحليب، يعني طابليطه ونقص لها يعني جهه ثلاث حبات، هي 75 غرام، يعني ما عندهاش الميزان. راني نوري لكم زوج طابليطات شوكولا اللي ناكلوها ماشي اللي نديروا بها كلاصاج الحلوه، يعني لي صابلي. عندي هنايا زوج طابليطات 200 غرام، وعندي 75 غرام تاع الشوكولا بالحليب، يعني طابليطه ونقصت ثلاث حبات. راح نحتاج هنا كاس تاع اي نوع تاع مكسرات تكون عندك، مخلط، لوز، كاوكاو، اللي عندك. المهم انهم يكونوا محمصين. يعني هنا عندي 140 غرام اللي هي كاس معمر. راح نحتاج معها مغرفه كبيره ماشي معمره بزاف تاع الزبده ولا لا مارغرين، اللي هي 20 غرام. وعندي هنا شوفوا الكاس اللي عندي، يعني فوق النص بشويه لا كريم فريش الخاصة بالطبخ ولا خاصة بالحلويات، اللي هي 100 مليلتر، لأنه هذا الكاس من تحت ضيق ومن الفوق عريض، يعني من تحت يرفد قليل على الفوق. هذه يعني كنت فهمتها لكم هذا شحال. إذا أكثر من نص نتاع لاكرام فريش ولا 100 غرام 100 مليلتر نتاع لاكرام فريش. أول حاجة نبدأ بها نحكم هذا الشوكولا، نقطعها إلى قطع صغيرة. هاد الكبيرة الشوكولا كامل نديرها تدوب في حمام مائي. اذا ندير هذيك الشوكولا اللي عندي، طبسي فوق كسرونة ماء سخون، وهذاك الماء يعني دائما ما يكونش يلامس طبسي، يعني الطبسي واش يطلع له غير الفوار ماشي الماء. اذا نخليها تدوب، اذا ندير كامل هذيك الشوكولا ونخليها تدوب على نار قليله. هي تدوب وانا نخلط غير بالعقل. لازم الشوكولا دائما قطعيها قطع صغيره، وبقاي منين داك حركيها حتى تذوب كامل. بعد ما دابت هذيك الشوكولا ندير هذيك الكميه تاع الزبده. هذه العمليه ديروها في حمام مائي من الاحسن هكذا باش ما تحرقناش الشوكولا. اذا نديرها تذوب ونزيد معها هذيك 100 مليلتر نتاع لاكريم فريش. اذا ونخلطهم مع بعض حتى ينسجموا لنا وتذوب هذيك الزبده. اذا نبقى نخلط حتى ينسجموا مليح. بعد ما ذابت هذيك الشوكولا شوفوا داك اللون تاعها يشهي، ندير عليها هذاك الكاس تاع المكسرات، يعني نخلوهم حب حب هذوك المكسرات ما نطحنوهمش. نخلطوا كل شيء مع بعض ونفرغوهم في الليمون اللي عندنا. اذا من بعد هنا حنستعمل هذا الليمون اون سيليكون، ولا ما عندكش اون سيليكون اي ليمون يكون عندك، فقط غلفيه بال كما نقولوا حنايا بالفيم اليمونتير، ونرفد هذيك الشوكولا بالمكسرات ونديرها في هذوك الليمون، يعني ونسوي لهم الوجه تاعهم هكذا، يعني باش ما يجوناش نعمرهم في ربعه. اذا بعد ما عمرتهم هكذا نسوي لهم الوجه تاعهم باش الشوكولا كامل تهبط لنا من تحت وما تجيناش فارغه، وندخلها الفريجيدر حتى تجبد تماما ونخرجها. بعد ما بردت هذيك الشوكولا ها هي معنا، نحيها من هذاك المول، لاحظوا وتجينا الشكل تاع المول اللي نديروها فيها. شوفوا شحال تجينا شابه. اذا نحيها كامله، يعني وما تجيش هذيك اليابسه شوكولا كيما اللي ناكلوها، لا لا، تجي تحسيها انها كيما النوكا. اذا ها هي لاحظوا هذا المول، يعني نقدروا نستعملوه عده استعمالات ماشي غير لي كوفر، يعني هذا اللي يحب يدير لي كوفر في الفوق. اذا ها هي راح نقسم لكم منها شويه ودابا باش تشوفوا كيفاش جاتنا. واش رايكم نقسمها هكذا ولا هكذا؟ هكذا تجينا بزاف طويله، خلينا نديروها غير هكذا باش ناكلو غير مورسو، يعني ماشي ناكلو بزاف. ها
محدود داخل كيفاش تجي هذوك المكسرات لداخل. الله الله. الوصفه تاع نهار اليوم هي معنا واجده بعد ما قطعتها. من الاحسن هذه الوصفه يعني تحتفظوا بها في الثلاجه في الفريجيدر. ها هي معنا، شوفوا كيفاش جات هذوك المكسرات لداخل. هذيك الشوكولا بزاف بنينه، رائعه رائعه رائعه. نتمنى انكم تجربوها. شوفوا شحال عملت لي الكميه. مثلا اليوم درت 200 غرام تاع شوكولا سوداء و70 غرام 75 غرام تاع شوكولا بالحليب. تقدري ديريها كامل شوكولا بالحليب ولا كامل شوكولا سوداء ولا الاغلبيه شوكولا بالحليب وشويه شوكولا سوداء. كل وحده على حساب الرغبه تاعها. اللي تحب الحلاوه دير شوكولا بالحليب، واللي تحب المروريه دير شوكولا سوداء. نقسم لكم منها قطع باش تشوفوها عن قرب يعني كيفاش جات هذه النوكه هذه. بسم الله، يعني لاحظوا كيفاش تجي رائعه. وهذيك البنه تاع المكسرات في الوسط مقرمشه ومحمصه بنينه. جربوا الوصفه والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.